يصفها الكثير من الناس بأنها حيوانات شرسة، في حين يرى آخرون أنها صديقة وفية للإنسان. وبين هذا الرأي وذاك نجد من يصف سلالات معينة فقط من الكلاب بأنها شرسة، وذلك بحكم طبيعتها أو التدريب الذي تتلقاه لتؤدي مهام معينة كالحراسة أو العمل في المجالين العسكري والجنائي. تنتشر حول العالم أكثر من 400 سلالة من الكلاب المتباينة حجماً وشكلاً، ويعود أصل جميع هذه السلالات إلى الذئب الرمادي الذي دجنه الإنسان قبل أكثر من 12 ألف عام. وبالرغم من عدم توفر تفاصيل مؤكدة عن تطور الكلاب، إلا أنها استطاعت أن تكون مفيدة للبشر بسبب خصائصها المميزة في الصيد والحراسة والوفاء لمالكها. ومن بين هذه السلالات تصنف كلاب البيتبول على أنها الأشرس في العالم، حيث تسببت بين العامين 2005 و2014 في قتل 203 من الأمريكيين وإصابة 305 بجروح خطيرة، وتسبب في حدوث 71% من الوفيات في العام 2016، وذلك رغم أنه يمثل 6% فقط من إجمالي عدد الكلاب في الولايات المتحدة. وقد تم تربية هذه الكلاب تاريخياً للقتل ولمواجهة الحيوانات الكبيرة. يجب الحذر عند التعامل مع كلاب البيتبول وعدم نسيان حقيقة أنها كلاب مقاتلة، وأنها لا تتوانى عن الهجوم ولا تتقبل الإساءة، حتى تلك التي قد تصدر عن الأطفال بدون قصد، كما أنها تعد الغرباء والكلاب الأخرى مصدر تهديد وتتعامل معهم على هذا الأساس. لهذا كله تم حظر تربيتها في الكثير من البلدان. وتتميز كلاب البيتبول بأنها مكتنزة ولها بنية عضلية، ويتراوح ارتفاعها ما بين 18 إلى 24 إنجاً، وتزن 13.6 إلى 27.2 كيلوغرام، وهي ذات طاقة عالية. تم تهجين كلب البيتبول من عدة أنواع من الكلاب للحصول على كلب بمميزات عالية من حيث القوة الهجومية والشراسة، ما جعله يصنف كأكثر الكلاب شراسة وعدوانية والأقوى بينها. تخافه معظم الكلاب لشراسته، إلا أنه يعرف بطبعه الودود والوفي تجاه مربيه، إلا في الحالات التي يتعرض فيها لسوء المعاملة والضرب، فيمكن أن يتسبب بالأذى لمربيه نتيجة ذلك. بالرغم من أن الهدف من تهجين كلاب البيتبول الاستعانة بها في صيد المواشي الضخمة، إلا أن قوته وشراسته جعلت الكثير من مربيه يلجؤون إلى استخدامه في المباريات والنزالات الشرسة التي تقام بين الكلاب، حيث يمتاز عن غيره من الكلاب المشاركة في هذه النزالات بقدرته على القتال لوقت طويل دون الاستسلام، حتى لو أدى ذلك إلى موته لشدة طبعه العنيد، وعادة يتم قطع أذنيه كي لا يتألم عند القتال. ومن بعض الصفات التي يتمتع بها كلب البيتبول أنه شجاع وسائد لطيف مع الصغار، إلا أنه كما ذكرنا سابقاً لا يمكن التكهن بردة فعله حتى مع الأطفال، ولا يصلح للحياة في المنازل إلا إذا كان مدرباً تدريباً ممتازاً، ولذلك يصنف على أنه أشرس الكلاب في العالم.